باطل 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 باطل. يلا يا سادة مسؤولين مشوا خالد اسماعيل. يلا يا سادة مسؤولين مشوا خالد اسماعيل. أول مطلب للعمال مشي محمد الجزار. أول مطلب للعمال مشي محمد الجزار. 22 سنة يدوني مرتب كام؟ في اعتقادك كام يعني على 22 سنة؟ 927 جنيه. 22 سنة خدمة المصنع ده. انت لو معاك بنات في الكلية ولا معاك شباب في الكلية تصرف عليهم منين؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا تسرق يا تشحن. ان العمال ليها مطالب كذا كذا كذا، وراحوا معاهم في اجتماع مصر في الاداره مرتين ويرجعوا ايد ورا وايد قدام. ماشي، جينا عملنا اعتصام، النهاري شغال والورديه شغاله والورديتين التانيين قاعدين بره 3 ايام على اساس ان هم ايه يستجيبوا لمطالبنا. قال لك مفيش حاجه، عاجبكم على كده، عاجبكم مش عاجبكم اعملوا اللي انتوا عايزينه. بعد الثلاث ايام ما خلصوا عملنا اضراب تام بقى، نهاري ووردي قاعدين اكلين شاربين نايمين في المصنع، ومع ذلك شغال وبطالب بحقه ومحدش راضي يسمع له ومحدش راضي يستجيب له. راحوا فاصلين عننا النور بوجود مكتب العمل هنا. مدام حنان مديرة مكتب عمل السادات كانت موجودة، ونور اتفصل وهي موجودة وثبتت الكلام ده بمحضر عندها. يعني وقف الشغل اساسا جي عن طريق الادارة مش عن طريق العمال. احنا كنا شغالين وراحوا فاصلين الكهرباء، فاصلين الموقفين المكن، قال لك لا مفيش شغل، احنا هندي اجازة بكرة وبعده لما نشوف المشكلة دي ايه. العمال ما ضمنتش لان كلام الادارة ما بيصفاش على النص، الكلام اللي بيتكلموه بيجي في النهايه ينفذ 10% منه. العمال مش ضامنه ان الاداره هتستجيب وهم في اجازات، قعدوا في المصنع. وبقى لنا النهارده 36 يوم. كانت طلباتنا في البدايه طلب واحد. الطلب الاولاني ان هو تعديل بدل الورديه بالنسبه للناس اللي هي وراتي. فطبعا رفضوا. فجم طبعا ايه لما رفضوا وقعدنا اعتصمنا، راح الخواجه اللي هو الكسندر جه اجتمع معانا هنا، جاب لنا 2 جنيه. واحد طلع له جنيه فضه قال له ده الجنيه اللي انت جاي، انت مش عارف يعني ايه جنيه؟ اهو ده جنيه. نعمله ايه بال 2 جنيه؟ انت جاي تضحك علينا؟ ليل نهار صبح ظهر فجر صحيين مش عارفين لا ننام لا ليل ولا نهار، لا ناكل ولا نشرب، وكل ده بيأثر ايه؟ بيعود علينا احنا بالسلبيه، بالسلب في كل حاجه. لما يبقى شغال في الليل، لما مؤاخذه انا بنصبح الصبح طبعا، انت شغال طول الليل، نطلع من المصنع انا تايه مش عارف انا رايح فين. معلش انا بتوفق اسماء اولادي، هما 3 عيال مش 10، لكن بتوفق في اسمائهم بسبب السهر بتاع الليل ده، وهم الشركه مش مدانا اي حقوق ومستندين لايه؟ مستندين للقانون اللي احنا ماشيين بيه. طب القانون ده مين اللي حطه؟ مش اتظلمه اللي ربنا ينتقم منهم؟ هم الظالم اللي حاطينه. الشقة في مدينة السادات إيجارها 350 جنيه. الشقة اللي هي أوضة وصالة 350 جنيه. يتبقى له كام من ال 700؟ حوالي 350 جنيه. 350 جنيه ما تنفعش تفتح أي بيت ولا أي حد يعيش بيه. المصنع اللي إحنا فيه ده سالب كل حقوقنا كعمال. بيعاملنا معاملة العبيد ليس إلا في كل حاجة. حتى الطبي. حاجة اللي أنت خلاص أنت تعبان، وأنا أطلع أكشف عشان تعبان؟ ولا عشان خاطر بتمرض؟ عشان تعبان، مفيش تأمين صحي. مفيش تأمين صحي، مفيش أي حاجة. يعني يا ريت في تحسن بعد الثورة، إحنا قاضينا على النظام الفاسد في الجمهورية، عايزين ندعي عليه برضه هنا في المصنع. الوضع اللي إحنا فيه ده من الإدارة، فأول طلب عايزينه قبل الماديات وقبل أي حاجة، الإدارة الفاسدة اللي عندنا هنا تتحاسب. فصلوا ناس كتير. بسبب ايه؟ بسبب عادتنا دي. احنا قاعدين بنطالب بحقوقنا وبحقوق زمايلنا، احنا كلنا هنا ايد واحده، اي حد هيتعرض لاذى هنقف نفس الوقفه دي تاني. عايزين اللي تيجي تشتغل هنا تحس بالامان، او الشاب اللي هيجي يشتغل مش بعد 6 شهور يتفصل. عايزين القانون اللي نزل 6 شهور تثبيت ده يمشي. انا شغال هنا بعقد 6 شهور، يعني كل 6 شهور في ايده ان هو يقول لك ورقك ومش تفضل مع السلامه في الشارع. السنه اللي فاتت
عملنا اتفاقيه بين اللجنه النقابيه والاداره ان هو كل عامل فينا اللي هو العقود الست شهور يمر عليه 18 شهر من حقه ان هو يثبت ويبقى عقده مفتوح. جم انا و85 واحد من الشباب اللي زيي جم قبل ميعاد ان احنا نتم 18 شهر بيوم فصلني وخدني المكتب العمل. بقى قدامي حل من اتنين، ياخد ورق واطلع في الشارع يمضي على تنازل من الاتفاقيه دي ان انا مخلوع من الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه. بشتغل 8 ساعات في اليوم حضرتك زائد ساعتين وانا جاي الصبح وساعتين وانا مروح بالليل، بشتغل 6 ايام وبالراحه يوم. مرتبه انا بقبض 600 جنيه شام كله 600 جنيه. يعني انا خايف اخطب لا يقول لي اتفضل اطلع في الشارع، خلاص اتدمرت انا كده. يعني صعب ان انا الاقي شغل تاني بره. والشركه بتاعتنا حاصله على الايزو، لما جالوا هالايزو ده قالوا ناخدوا الايزو كلكم هتبقوا كويسين، المهم عندنا العميل، المهم المنتج، المهم 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 العامل. لا خليه دلوقتي العامل، لا خليه دلوقتي بس ناخدوا الايزو. خدوا الايزو بقوا تمام، قطعه ام جنيه بقت باتنين لما خدوا الايزو، بقى منتج معتمد. العامل غير معتمد، العامل في الشركه دي غير معتمد. بعد كده هنشتغل ايه؟ هنشتغل بلطجي حرامي، هنسرق، هنكتب، هنعمل كل حاجه، لان انا مش لاقي ناكل. انا عايز ناكل لقمه شريفه تكفينا انا واولادي، ابني يتعب نقدر نكشف عليه. القوانين كانت محطوطه لخدمه رجال الاعمال بس فقط، لان حضرتك عارف ان مجلس الشعب كله كان رجال اعمال، فكان القانون اللي بينزل كان بينزل يخدم رجال الاعمال. القطاع الخاص بقى القطاع الخاص، يعني نظام اقطاعي بحت، نظام اقطاعي بحت. الواحد بيشتغل بلقمته بس، افطار وغدا وعشاء واذا اتعشى كمان. انا لو موظف الحكومه هروح الصبح الساعه 8 الصبح ونيجي الساعه 2 الظهر، لو ادوني المرتب اللي انا فيه ده نعيش بيه كويس، انا اعمل اي سبوبه اخر النهار. لكن الموظف القطاع الخاص بيجي الصبح الشغل يروح بالليل، او يجي بالليل يروح الصبح، ما عندوش اي وقت تاني. الشغل طوالي باستمرار 10 ساعات، منهم ساعتين سفر و8 ساعات شغل، وال8 ساعات شغل شغل انتحار، بياخد منك دمك علشان يديك مرتبك اخر الشهر. نطالب الحكومه دي بتعديل القوانين اللي اتعملت لخدمه المستثمر بس، اذا كانوا جاي وحاسس ان مصر دي بلد الامان وجاي يستثمر فيها فعلا، وان فيها الايدي العامله الرخيصه، وان فيها المواد الخام الرخيصه، وان فيها حركه النقل رخيصه، وان موقعها الجغرافي متوسط دول العالم كله، علشان كده بحبوها وجايين يستثمروا فيها، وبدوهم الاراضي برخص التراب، وبدوهم كل الصلاحيات وكل الاعفاءات الجمركيه والضريبيه علشان يجوا يستثمروا في مصر، علشان خاطر يشغلوا الايدي العامله. ما دامهم بيدوهم كل الاعفاءات دي يدونا مرتب كويس نقدروا نربي بيه اولادنا ونعيشوا بيه حياه كريمه. بعد ثوره مصر ما عادش رجوع لورا، ما عادش حد هيخاف يعبر عن رايه في اي مكان، هيقول رايه بصراحه ويقول رايه بحريه ومش حد هيحجر عليه. وبعد زوال الحكم السابق اللي كان قاهر الناس، كل الناس طلعت وقالت لا للقاهر. انا بنشكر كل الناس اللي عملت ثوره مصر اساسا، لان خلتنا احنا نقدروا نتكلموا النهارده، كنا قاعدين وساكتين مش قادرين نتكلموا. اللي بيتكلم امن الدوله بياخده ويحطه في المعتقل. النهارده هنتكلموا في حريه، وانا مش خايف ان انا هيجي يطبق عليا قانون اساسا ظالم. بنطالب مجلس الشعب بسن قوانين لحمايه الشعب من حكومه الشعب، وسن قوانين لمحاسبه الحكومه اللي هتيجي لحمايه الشعب من بطش الحكومه نفسه. احنا انسلبنا منا كل حاجه، كل حاجه اتسلبت منا، كرامتنا وعيشتنا، وعايزين احنا كل اللي طمعانين فيه عايزين ناكل، مش عايزين حاجه اكتر من ناكل. احنا فين؟ العمال دي فين؟ حقنا مسلوب من 20 سنه، هو مسلوب من ايام العهد الظالم بقاله 30 سنه. احنا كل اللي احنا عايزين نعيش زينا زي الناس. باطل 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 باطل